جدا برضو من اليو ديانج. الحقيقه اليو ديانج اول لما جه، وخلوني افتكر مع حضراتكم ايه اللي حصل. اليو ديانج اول لما جه النادي الاهلي كان كلام كتير جدا، هو مين اليو ديانج ده وهو جاي يعمل ايه في النادي الاهلي؟ الحقيقه عندنا لجنه تخطيط بتعرف تختار كويس جدا، سواء الكابتن محسن صالح سواء الكابتن زكريا ناصف وطبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس هذه اللجنه، قدروا الحقيقه ان هم يشوفوا اليو ديانج ويختاروه، لان هم عرفوا قد ايه هو هيكون مناسب جدا للنادي الاهلي وطريقه لعب النادي الاهلي. اليو ديانج الحقيقه من ساعه ما لعب وحط رجله في الملعب وكل جمهور النادي الاهلي بيحب هذا اللاعب، بيحب هذا اللاعب لانه من اللاعبين اللي بيموتوا نفسهم جوه الملعب، من اللاعبين اللي عايز يعمل كل حاجه عشان يبقى كويس، من اللعيبه اللي عايز دايما يكسب. علشان كده الحقيقه اختيارات كانت رائعه الحقيقه من لجنه التخطيط ومن كل القائمين على موضوع التعاقد مع لاعبين جدد. الحقيقه كلهم عاملين شكل رائع، سواء اليو ديانج من قبله الحقيقه كان جونيور اجاييه، وكل اللاعبين اللي جابهم النادي الاهلي خلال هذه الفتره الكل مبسوط بيهم، خصوصا هذا اللاعب الرائع الحقيقه اليو ديانج.